أخي العزيز أختي العزيزة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعل الجرس واضغط على سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. نبدأ يا جماعة الفيديو الثاني من سلسلة كيف تحفظ القرآن الكريم، وأفضل طرق لحفظ القرآن الكريم، وأسرار حفظ القرآن الكريم. هنبدأ يا جماعة نتكلم عن السر الأول اللي هو من أسرار حفظ القرآن الكريم النفسية، الحاجة النفسية يا جماعة اللي تخلينا نحفظ القرآن الكريم. ايه هو السر الاول؟ هو شغف وحب ورغبة مشتعلة عشان تحفظ كتاب ربنا، يبقى يكون عندك الاستعداد والرغبة المشتعلة لحفظ كتاب الله. طب ازاي يا جماعة تولد الموضوع ده؟ اول حاجة الشغف والحب والرغبة المشتعلة لقراءة القرآن الكريم وحفظه، لذكر كتاب الله، ذكر رب العالمين. كل انسان شغوف عشان يحفظ آيات الذكر الحكيم. لا تهنأ بعيش، يعني انت مش هتسعد بعيش ولا حياة إلا وقد قرأنا كتاب ربنا، كلام رب الأرباب. لا يهدأ لنا بالا إلا وقد حفظنا ورد يومنا. تعمل لنفسك ورد يومي وتحفظه، ما تنامش الليل إلا وقد راجعت حفظ ذلك اليوم. تعمل ترتيب لنفسك كده، جدول. لا تهنأ بطعام ولا شراب إلا والقرآن بجانبنا، على طول القرآن شغال في البيت، سواء كنت بتقرأ أو بتسمعه في الراديو أو في التلفزيون. يكون همك الأول القرآن الكريم، يكون القرآن الكريم هو المؤنس والصاحب والرفيق في كل شيء، يكون أنسنا في قبورنا، شفيعنا يوم القيامة. طيب وبعد كده الجواب في الموضوع ده كله إيه؟ ان حياتنا تكون كلها مرتبطة بالقرآن الكريم. طب ازاي؟ لابد يكون رغبة عندك لحفظ كتاب ربنا بعمل ورد يومي، رغبة تذكرك اذا نسيت، وتحمسنا اذا كسلنا يعني، وتنشطنا اذا الدنيا شغلتنا. يكون عندك شغف وحب ورغبة مشتعلة لتحقيق ذلك الحلم، حلم حفظ كتاب الله والقرآن الكريم. لإتمام ذلك الهدف يا جماعة، لإنجاح تلك الغاية، هنسأل سؤال: كيف لنا ذلك؟ إزاي نعمل كل ده؟ كيف يأتي لنا الاستشعار بالشغف والرغبة لحفظ كتاب الله؟ الجواب منشقين يا جماعة. أول حاجة هو معرفة قدر القرآن الكريم. لازم أن تعرف قدر القرآن الكريم في حياتنا ايه وفي اخرتنا. تاني حاجة استشعار عظيم لازم أن تكون مستعد له وتبدأ تشتغل عليه، على ان اجر حفظ القرآن الكريم ده اجر كبير جدا وسعادة في الدنيا وفي الاخرة. طيب ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده يا جماعة، اولا هناخد ونعرف ازاي نعرف معرفتنا بقدر القرآن الكريم. طيب معرفتنا بقدر القرآن الكريم، لابد ان احنا نعرف منزلة القرآن في حياتنا. القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة، هو المعجزة الخالدة، هو الوثيقة الإلهية الأخيرة من رب العالمين لبني البشر، هو الصراط المستقيم، هو النور والهدى والرحمة. القرآن الكريم هو كلام من؟ كلام ربنا، كلام خالقنا، كلام رازقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم، هو كلام الله. ربنا بيقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم:
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. صدق الله العظيم. الموضوع بعد كده يا جماعة اللي احنا هنشتغل عليه ان لابد يكون عندنا استعداد وتكون لنفسك وقت تحفظ فيه القرآن كل يوم. طيب نتكلم عن القرآن. القرآن الكريم هو كتاب الله، هو الهداية، هو الصراط المستقيم. طب ازاي يعني؟ هل نريد الهداية؟ هل نريد الصراط المستقيم؟ نعم. طب ازاي؟ ربنا بيقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العز الحميد. وفي آية أخرى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. إذن القرآن هو الشفاء، شفاء لنا من أمراضنا وأسقامنا، أمراض العصر، الأمراض النفسية. هل نريد الشفاء؟ نعم. إزاي؟ في كتاب ربنا بيقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. ربنا بيقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي آية أخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إذن القرآن هو نور من رب العالمين، نور بينور حياتنا. عاوزين احنا النور ده، هل نريد هذا النور او نفضل الظلمات؟ يعني احنا عاوزين النور ولا الظلمات؟ طبعا كلنا عاوزين نور. ربنا بيقول في كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طبعا ايه هو النور؟ هو القرآن الكريم. افضل الذكر القرآن الكريم. وفي آية اخرى: وانزلنا اليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. إذن القرآن الكريم هو موعظة وبصائر وبرهمان من رب العالمين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. صدق الله العظيم. وفي آية أخرى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. صدق الله العظيم. وفي آية أخرى: قد جاءكم بصائر من ربكم. صدق الله العظيم. كتاب مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكروا أولي الألباب. صدق الله العظيم. القرآن فيه نبأ كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. وتفصيل كل شيء. صدق الله العظيم. سورة يوسف. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القرآن الكريم: هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على قصره رد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط المستقيم، هدي إلى صراط المستقيم. وقال عبد الله بن عباس عن القرآن الكريم: هو جمع الله في هذا الكتاب، جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وعلم ما يكون، والعلم بالخالق جل جلاله وأمره وخلقه. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتقصدونها في النار، يتدبروا بها بالليل ويعملوا بها بالنار. قال عبد الله بن عمر بن العاص بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو بن العاص: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلى أنه لا يوحى إليه. من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلى أنه لا يوحى إليه. طبعا مش هيوحى إليه زي الرسول. طيب اللي بعد كده
كتاب تعجبت الجن بعد سماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك ربنا أحدا. الله أكبر. حتى الجن تفقه القرآن الكريم، حتى الجن تتعجب، وكثير من بني آدم لا يفقه حروفه ولا يقيم حدوده. حتى رأس الكفر الوليد بن المغيرة لم يتمالك نفسه بعد سماعه لآيات رب العالمين، إلا أنه قال والله إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسبر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحط ما تحته وما يقول هذا بشر. هذا رأس الكفر الوليد بن المغيرة انبهر لسماعه تلك الآيات، فما بالنا لم ننبهر، فما بالنا لم نتدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن هو أحسن الحديث، كتاب كريم، إنه لقرآن كريم، كتاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، صدق العظيم، كتاب مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، كتاب ذكر. صاد والقرآن الذكر، كتاب حكيم. ياسين والقرآن الحكيم، كتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز، كتاب مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. القرآن نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، صدق الله العظيم. بالله عليكم، هل على وجه الأرض كتاب بمثل هذا القدر، بمثل هذه المنزلة، بمثل هذا الشأن؟ لا والله، ولكن يا ترى لماذا هجرنا، لماذا هجرنا كتاب الله القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، صدق الله العظيم. لماذا هجرناه؟ لماذا ابتغينا العزة في غيره؟ لماذا لم نقرأه بالليل والنهار؟ لماذا لم نتدبر معانيه؟ لماذا لم نحكمه بيننا في كل أمور الدنيا؟ أكثر كتاب يقرأ ولا يفهم للأسف هو كتاب الله. أكثر كتاب يقرأ ولا تدبر معانيه هذا الكتاب هو القرآن الكريم. في هذه الآونة، في الوقت الحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب، صدق الله العظيم. لماذا لم نتدبر؟ لماذا لم نتفقه في كتاب الله؟ لماذا لم نفهم معاني كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، صدق الله العظيم. قلوبنا يا الله لتلك القلوب تشبعت بحب الدنيا، شغلتها الدنيا، ران عليها الذنوب والمعاصي. الله يعيننا على أمراض قلوبنا. نقول بألسنتنا القرآن دستور الأمة، ولكن كلما نحكم بيننا نقرأ فقط في هذه المناسبات، ثم نشتكي ونشتكي، نشتكي من قلة الرزق ونسينا قوانين الرزق القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوانين الرزق القرآن الكريم، لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العظيم. أفضل الذكر القرآن الكريم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن صدق العظيم، ومن يشكر الناس فقد شكر الله. التسبيح يا جماعة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم اموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا، صدق الله العظيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كثرة الاستغفار، ده كتاب، ده كلام ربنا. يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم بكل الرزق وكل الخير وكل شيء، ويمددكم باموال وبنين. اللي عنده مشكله في الحمل، اللي عندها مشكله في الحمل، اللي عنده مشكله في الحمل، كثره الاستغفار يمددكم باموال وبنين. اللي عنده مشكله في الاموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. طب كل ده فين؟ في الاستغفار. ده كلام ربنا يا جماعه، كتاب الله. تاني نقرا الايه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا.
ثم بعد كل ذلك، كل هذا، نشتكي من مشاكلنا الزوجية، ولم نقرأ حلول تلك المشاكل في سورة النساء، في سورة الروم، في سورة النور، في الأحزاب، في التحريم. نشتكي من التوتر والقلق والحزن والاكتئاب، ولم نقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نكرر الآية تاني الأولى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يقول ابن القيم: الذكر هنا القرآن الكريم، قراءة القرآن يا جماعة. نشتكي ونشتكي، نتساءل عن الحلول لمشاكلنا، مشاكلنا المالية ومشاكلنا الاقتصادية، مشاكلنا السياسية ومشاكلنا الاجتماعية، ونستشير الناس، ونستشير الناس، الكثير من الناس طالبا الحلول. نفكر في خالق، في البشر، ونبعد عن القرآن، والقرآن في كل شيء. نستشير الأهل والأصدقاء، نستشير الأصحاب والأطباء، نستشير الشرق والغرب، نلجأ لصندوق النقد الدولي ونسيب كتاب ربنا، نلجأ للكفرة لليهود ونسيب كتاب ربنا. لماذا لم نستشير القرآن الكريم وفي كل شيء؟ لماذا لم نغفل عن القرآن الكريم؟ لماذا لا نفهم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، تبيانا وتفصيلا لكل أمورنا، لكل مشاكلنا وحلولنا. أعلمتم الآن منزلة هذا الكتاب؟ أعلمتم الآن لماذا إبليس عليه لعنة الله يلهينا عن هذا الكتاب؟ أنا مش عاوز أطول يا جماعة في الفيديو، إلى اللقاء في فيديو آخر، وهنكمل إن شاء الله. وتابعوني يا جماعة، ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ما جديد. وعاوزكم التعليقات والكومنتات، إيه اللي عجبكم، إيه اللي ما عجبكوش. وإلى اللقاء في فيديو آخر، ونكمل موضوعنا عن حفظ كتاب الله وعن القرآن الكريم وعن الذكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.